الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وعشان كده ونور إليك بفضلنا المسلمين. خيرهم وخيرهم وجعل عليهم وعلى المؤمنين. قال في سبيل الله. أبد لا أنت ممكن تراني تفضل الصحابة بشكل. قال لهم. قال بخيرهم وجعل عليهم. فتح باب قال في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد. قال البخاري رحمه الله: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قلنا أنه أخذ عليه الكلب، صح ولا لا؟ لأنه أخذ عليه هذا الكلام وأنه يروي عن خالد وأن خالد ضعيف، لكن كانت الإجابة بأن خالد بن مخلد لصحيفته ولأنه أو لرواته عن سليمان، وكان الإمام البخاري ينتقد وليس له في كبير أحاديث في قال حدثنا سليمان سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن قال حدثني عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار بن اسقاط الاسمنت رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه الاثري الصحابي بن الصحابي رضي الله عنه عن ابي انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث المعمر عليه اسامه بن زيد رضي الله عنه فقال بعض الناس في امارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تطعوني في امارته فقد كنت تطعون في اماره ابي من قبل بيت الله ان كان لخليقا لامارته ان كان لمن احب الناس الي ان هذا لمن احب الناس الي بعده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعه. نعم، قال حدثنا ابراهيم بن سعد. سعد ايضا من قال عن الزهري. الزهري امين المؤمنين في الحديث. قال عن عروه. عروه بن الزبير وهو اثبت نفسه عائشه كان صواما قال حد صحيح. قال عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها والله عائشة السيدة نساء العالمين وأعلم النساء على الإطلاق. أنها قالت: دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان في ضعف. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة رضي الله عنها. طيب هنا هذه المسألة فيها بيان على من زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة، وقال براء عن أسامة أخونا مولانا هذا في الصحيح وأرسله البخاري. حديث عائشة هو دخول الطائف هذا أيضا صور به نفس أسامة زيد هو أبو أسامة. أسامة زيد بن حارثة بن شحيم الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من أسلم من الموالي واحد من بادر إلى الإسلام فأسلم من أول يوم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد وكان من أمراء الشهداء وكان من الرماة المذكورين له حديثان قال ابن عمر: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزلت ادعوهم لآبائهم وذكر الله باسمه في القرآن. مات في غزوة مؤتة وقتل طبعا شهيدا في غزوة مؤتة والسلام بين ذلك عندما رأى هذه المشاهد وهو على المنبر ويحكي لهم ويبكي وبشر أنه في الجنة. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام والجاحظ أن قريش كانت محبتها في القصي تسمي أولادها باسم وأنه صلى الله عليه وسلم لما تبنى مولاه سماه زيدا. وأما إسحاق وأيضا أشد لأبيه حارثة حين فقده ولم يدر أين مكان بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فأرجى أم أتى منه الأجل. وكان البعث الذي بعث فيه أسامة أرسله بناء بعد هدمه وإحراق كان وجهه قبل مرضه الذي توفي فيه ثم مرض فقال له أسامة إن بادئ الأقوى الأمر على هذه الحال فأذن فأذن له بالتربص
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الصحابة أن يمسك أبواب ذلك الجيش، فطالما كنت أحل آخر عقد فعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول عقد أعقده أنا، وأمره بالخروج منذ يفقه يفقه وأمر بالخروج، فقال له ما تؤمر، قال الأمر ما أمرك ما أمر ما قال ما تأمر، قال الأمر ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما استشاره في شيء قال الأمر ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذكر أن بعثه إلى يبنى وهو قوم الدودي، قال الشيخ أبو محمد الجماعي كان إلى ممتة من أرض الشام بها دما هو غني، وقوله قبل سلف تطعنه، قد سلب في قول بعدهم إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبي وإنه لخليق، أو قال إن كان لخليقا بها. قول القائف وجد له قصة، هو مسألة هنا في قوله إن عمر لما بعث نفسنا بعثا وأمر عليه أسامة طعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبي من قبل، يعني أبوه، وبين أبوه أنه كان أهلا حتى قبض الله شهيدا في غزوة مؤتة، وكان أول القادة، قال عليهم زيد، زيد قتل فجعفر، قتل فعبد بن رواح، والثلاثة قتل، وكانوا يعلمون يقولون ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا علم أنه يعني في نهايته، قال ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليق وخليق، ولذلك يعني لما امره ان يذهب قيل للمؤتة قيل لمكان اخر يهدم، فقالوا لابي بكر ترى ما نحن فيه، قال هذا اخر عقد عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اول عقد مني هو التفريط في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأفدان جيش اسامه، ولو جرت الكلاب بارجل امهات المؤمنين لأفدان جيش اسامه، والحق معه. فراجعوه في إمارة أسامة ابن 17 سنة ويؤمر جيشا كهذا، قال والله إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه، ولم يسمع له، فقال عمر اجعلني معه، قال اجعلك معه، فارتضى بذلك، وهذه دلالة على فضل زيد وفضل أسامة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان أسامة ابن زيد كان أسود كالليل المظلم، وكان زيد بن حارثة أبيض كاللبن الحليب، فكانوا يطعنون في نسبه يعرضون بذلك، فدخل النبي ودخل معه المدلجي، ودخل معه المدلجي، فلما دخل المدلجي نظر فقال هذه أقدام بعضها من بعض، هذه أقدام بعضها من بعض، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وفرح جدا، وقال لعائشة ألم تري ما قال المدلجي، لأن هذا فيه تبرئة لأسامة وتبرئة لأبي، هذه دلالة على مكانة زيد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه، فألغى الله ذلك وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من أسلم من الموالي، أول يوم البعثة أسلم فيه أبو بكر، أسلم فيه علي بن أبي طالب، أسلمت فيه خديجة، أسلم فيه زيد على الترتيب، والحقيقة هو أول المسلمين على الإطلاق هو أبو بكر ثم خديجة ثم علي، والله تعالى أعلى وأعلم. وزيد كان من أعظم الناس مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أسامة كان يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجري والحسن على حجري ويقبلهما، حتى الأقرب ابن حابس قال تقبله، قال وما لي لا أقبله، قال لي عشرة لم أقبل واحد منهم، قال ما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، قال ما لي ما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. الفوائد المستنبطة فضل زيد، وكان يقول عن أسامة لو كان جريئا لنفخته، فضل زيد بن ثابت، فضل أسامة بن زيد بن ثابت هو الحب، لذلك لما أهمهم الأمر المخزومية قالوا لا أحد يكلمه إلا حب رسول الله ومن حب رسول الله أسامة بن زيد، لكن المسألة جاءت في الشرع فقال أتشفع في حد من حدود الله،
ونهر عنك. حرمة الكلام على الناس بالظن، فإن هذا من فعل أهل البدع والضلالات. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.